نحن هون بقرية حميمات، تقع قرية حميمات يعني بين محافظة حماة وأدلب، وعلى سفح الجبل، وقرية قديمة جدا جدا، ووضع القرية بالنسبة للماء يعني معدم جدا جدا. من بدي يجيبوا مثلا مي شرب، هي أقل شيء مي الشرب، بدي ينقلوها على الدواب، وما عنده دابة بده يروح لعنجار ويجيب دابة لحتى ينقل عليها مي. وبالنسبة لما يشتهر الضيعة من ناحية خبز ما خبز وهالأمور هاي، الخبز بدي على التنور، اللي عنده حطب، اللي عنده جلي، هاي جلي روس حيوانات، اللي عنده من نوع بيصلي هالتنور بيعمل عليه خبز. وبالنسبة للمعيشة المالية، أبو غنم، اللي عنده غنم، اللي عنده بقر بيعيش من وراها، دمعة حليب، دمعة لبن، جبن، جبن كمان نفس الشيء. واللي عنده درهم أرض عم يزرعه كمان، نجا محصول منه كثير منيح، ما اجى محصول تم عايش على حسنة هذا وحسنة هذا. وهذا وضع القرية يعني.